غرفة التحكم المركزي في محافظة أسيوط، ديروط تحديدا. خلينا نعرف ان هذه الغرفة المفترض ان هي اللي بتتحكم في حركة سير القطارات. كان سيادة الوزير كامل الوزير افتتح هذه الغرفة مع سيادة المهندس حسين رشيدي نائب رئيس هيئة السكك الحديدية للبنية التحتية. تحياتي لحضرتك. اهلا وسهلا يا فندم. ممكن تشرح لنا احنا موجودين فين؟ احنا النهارده سيادتك، اولا بنرحب بسيادتك وبالاخوه القائمين على قناه صدى البلد لتشريفكم لنا. احنا زي ما تفضلت سيادتك فعلا معالي فخامه وزير النقل فريق كامل الوزير شرفنا وفتح البوري ده في شهر 2 شهر فبراير يعني من هذا العام، وده يعتبر برج تحكم اشارات من ضمن 15 برج رئيسي و25 برج ثانوي. نعم. احنا سيادتك شغالين في القطاع ده 250 كيلو بنتحكم في كل مسك من يعني هنا بيتابع منين لفين؟ احنا سيادتك القطاع اللي شغالين فيه من بني سويف لغايه اسيوط. نعم. المسافه دي سيادتك بنكهربها اشارات واتصالات باحدث النظم العالميه. نعم. سيل فور اي اي اس الكترونيك انترلوكينج سيستم. نعم. ده معناه سيادتك نسبه الخطا فيه 10 اس ناقص 9. نعم. يعني المفروض ما فيش اخطاء. ده سيادتك اكويفالنت ويعادل بالنسبه لايه؟ انه لاجهزه الاشارات. قطارات تقابل بعضها التقاطر. احنا ليه يعني عايز احاول اوضح للساده الساده المشاهدين. نعم. احنا ليه بنصرف الفلوس دي وليه سيادتك بنطور نظم الاشارات؟ نعم. الطاقه الاستيعابيه للخط عشان سيادتك في محطه ومحطه اقدر استوعب اكثر من قطار. يعني بمعنى على كل سيمافور قطار. الكلام ده سيادتك لازم يتم باحدث نظم الاشارات. وزي ما سيادتك نشرح لنا بعد اذن سيادتك فندم. دي سيادتك الشاشات كل حاجة في 20 كيلو الزوم بتاعة البرج ده. احنا سيادتك عندنا 15 برج، كل برج بيبقى له زون معينة، منطقة معينة كنترول دي فيها. وفي منطقة اوتوماتيك. زي مثلا سيادتك القطارات في المنطقة الاوتوماتيكية دي بتمشي زي المترو بالتقاطر، كل السيمافور سيادتك احمر ستوب. اشرح لي بعد اذنك باشمهندس على الشاشة لو سمحت. تمام. سيادتك المنطقة دي يعني السادة اللي قاعدين بيديروا هذه المنظومة. تمام. هم بيشوفوا ايه قدامهم. سيادتك المنطقة انا في برج دلوقتي بيروت، المنطقة دي سيادتك كنترول. معناها ان الاخ حمدي اللي هو مراقب البرج. نعم. وده من خريجين معهد وردان. سيادتك اللي سيادة الوزير كان بيكلمنا عليه دلوقتي عليهم. نعم. ده من احد خريجين معهد وردان. سيادتك ايه الاشاره الحمراء دي؟ ايه العلامه الحمراء؟ معناها ان هنا في قطر. تمام سيادتك. في مايكرو ثانيه بيظهر معايا القطر هنا. نعم. سيادتك يعني ايه الاشاره دي؟ اشاره دي حمراء. ده اخضر فلاش معناه اللي قداميه اصفر. ده التتابع او السيكونس بتاع القطارات. يعني سيادتك زي ما تفضل سياده معالي الوزير بيقول لك يعني لو القطر السيمافور ده احمر ما ينفعش اللي يجي ورا منه. انا سيادتك باخد القائد القطار بتتابع. يعني سيادتك ازاي؟ سيمافور احمر قبل منه اصفر. تمام. نعم. واخد قبل منه جرين فلاش اخضر فلاش قبل منه جرين. ما ينفعش السواق عند الاحمر ده يتجاوز. لما يكون سيادتك برضه ده معناه مزلقان. نعم. مزلقان مفتوح او مزلقان مغلق. سيادتك بيدي هنا علامه زرقاء يعني السيمافور ده المزلقان ده التربس عليه. اول ما المزلقان ده سيادتك يفتح ده مزلقان تروح الاشاره دي تبقى جرين. دلوقتي لسه مش فاتحه. نعم. المزلقان. نعم. يعني اقصد الفتح لسه ما اغلقش. نعم. سيادتك تروح دي تبقى دلوقتي احمر وعدسه. نعم. تمام. يطلع على طول بعد كده سيادتك ايه اخضر. يعني ان المزلقان. طيب آمن. المزلقان تماما. هنا انا بتحكم فيه آلي ولا لسه اوتوماتيك فول اوتوماتيك ومحقق اعلى معدلات الامان. نعم. احنا كل الانظمه بتاعتنا دي زي احدث بلاد العالم في الاشارات. لا نقل عن اي دوله في العالم. ايه الاحدث ده كان قبل كده ايه يعني البدايه اللي كانت زمان هنا ايه؟ كان نظام ميكانيكي. كان نظام اشارات ميكانيكيه. نعم. سيادتك ده نظام طبعا 1930 ومن اول ما عملوا السكه الحديد. نعم. وده طبعا الفكره ان سيادتك المنطقه هنا فعلا زي ما تفضل معالي الوزير المنطقه دي فيها اختناق للقطارات. ما بعرفش اشغل في القطارات بكثافه بطاقه استيعابيه من هنا كان لازم. طب هنا في الغرفه بيتكلموا انه شايف بيكلم قائد القطار ولا بيتكلم الغرف الاخرى؟ لا سيادتك هنا انا عندي اتصال ما بين الغرفه. أيوة. المنبحري والغرفه اللي من قبلي. نعم. ومسجل.
سيادتك في تبادل خلوات السكك او تبادل القطارات ما بين البرج الامامي والبرج الخلفي. نعم. سيادتك انا عندي هنا اهو زي ما انت سامع. نعم. اونلاين اهو اجهزه لاسلكي. الراجل المراقب اللي هو موجود في اسيوط سيادتك بيكلم الراجل ده لو في اي توجيهات. وهذا المراقب برضه اللي بيتكلم والكلام ده مسجل عشان اي احداث. والراجل المراقب ده بيكلم السواق اونلاين برضه على طول في نفس اللحظه. احنا سيادتك القطار بمجرد لا المنطقه دي ان شاء الله وربنا يسترها ما يحصلش فيها حوادث. وانا عندي من بني سويف لحد اسيوط احنا لا نقبل لا الخطا. لا الخطا وارد طالما في عامل بشري، لكن انا بتكلم على النظام الجديد ده يمنع أو يقلل يمنع نسبه حوادث قد ايه؟ بنسبه المفروض 100% 100% احنا لا نقبل اقل من كده. نعم. لانه بقول لسيادتك ايه نسبه الخطا 10 اس ناقص 9 يعني الاخوه بتوع الرياضه فاهمين يعني ولا حاجه. نعم. تمام. المشكلة بقى سيادتك لا هنا الأساتذة اللي شغالين في هذا المكان واحد مثلا مشي المكان ده يبقى فاضي ولا لازم انا اوتوماتيك حتى يعني لو ده نام. أيوة. انا اوتوماتيك رغم ان هو المفروض ينام. انا عنصر البشري هنا كتشغيل لا نسنج استحالة. السواق سيادتك لو انا خاطط اجهزه. نعم. في القطار حاليا دلوقتي خاطين اجهزه اسمها زوب 212 بلس اي تي سي اوتوماتيك ترين كنترول سيستم. القطر اللي احنا جايين اللي احنا جايين فيه. أيوة. ده سيادتك. نعم. ان شاء الله سيادة الوزير كان بيساله. ايوه ان شاء الله سيادتك لانه مديله كمان اماكن تهدئه واماكن. ايوه نعم ده ملتزم ووصل في الميعاد زي ما تفضل معالي الفريق وكلم. نعم. الرجل السواق. نعم. سيادتك احنا بقى هنعمل ايه بقى ان شاء الله في شهر 7 ده اللي هو القادم واخدين احنا سيادتك قرض من الصندوق من البنك الافريقي بتحديث نظام التحكم الالي بحاجه اسمها اوروبيان ترين كنترول سيستم. الاوروبيان ترين كنترول السيستم ده رقم واحد في العالم بيتحكم في القطار بمجرد سيادتك ويقول له كمان السيمافور اللي قدام منك هيبقى لونه ايه. نعم. على الشاشه يعني سيادتك شوف بقى اللي احنا سيادتك بنعمله بنعمل من بنها الزقازيق بورسعيد احنا سيادتك دلوقتي برضه معلومه. طب لو انا عندي تحويله زي التحويله اللي موجوده هناك تمام يا فندم انا بتحكم هنا ولا اوتوماتيك؟ لا التحويله تمام يا فندم منطقه الكنترول الراجل ده بيتحكم فيها اللي هي سيادتك التحويل. نعم. ان شاء الله تعالى ما بيحصل حوادث من الكلام ده؟ لا حصل في الانظمه الحديثه حصل ولا لا؟ استحاله يا فندم الحديثه استحاله. نعم. اللي هي سيادتك لو في مشكله على التحويله ايوه اي مشكله عندنا تحويل اي مشكله لو رحت سيادتك دلوقتي لو مؤاخذه يعني نعم. حطيت زلطه ما بين الابره وقضيب الجنب هتدي فلاش هنا مش هيطلع الطريق. نعم. نهائي قولا واحدا. كانوا بيحطوا حجاره وبيشيلوا حاجات وبيقصوا. ايوه مش كده الراجل ده سيادتك بيشتغل اقدر اشوف الكلام ده على طول يعني لو عندي مشكله في القضبان اقدر لو قضيب يعني حصل فيه كسر لو حاجه اشوفها هنا لو واحد لعب في السكه اشوفها هنا على طول. سيادتك الكلام ده في ال 250 كيلو دلوقتي الراجل ده شغال في 20 كيلو ان شاء الله باكتمال المنظومه اللي هي ال 250 كيلو ال 250 كيلو دول هيظهروا عندي في برج رئيسي اسمه سي تي سي في محطه المنيا. نعم. ده البرج ده سيادتك بيتحكم في ال 15 برج يعني هو برج رقم 15. نعم. هيتحكم في ال 14 برج. هنعمل سيادتك في شاشه الشاشه دي بتظهر من اول ما تخش من بني سويف لغايه ما توصل الأسيوط. ال 250 كيلو دول ظاهرين معايا على الشاشه. نعم. اي خطا تتخيله سيادتك على على السكه بيظهر معايا برضه سيادتك احب يعني طب انا عندي ايه قبل المنيا يعني من بني سويف لحد المنيا هل عندي غرفه زي كده بتحكم الي ولا لا؟ ايوه يا فندم كل انا بقول لسيادتك انا عندي 15 برج زي ديا ال 15 برج سيادتك كل واحد فيهم بيتحكم في زون معينه التوتال بتاعهم 250 كيلو بيتحكموا في 56 مزلقان بيشوفوا السكه كلها كل الحاجات دي اوتوميشن. فضلا عن ذلك سيادتك ان شاء الله بناء على لو في قطر زي اللي حصل في سوهاج عندنا في طهطا المفروض ما يحصلش ده كان خطا بشري 100% انا هنا لان السواق سيادتك كان مفترض السواق يعمل السواق يلتزم بالاشاره انا سيادتك احنا يعني توجه لا هنا اقدر اوقف قطر ما يعملش الحادثه اللي حصلت ديت لا هنا لا يعني
قطر واقف وقطر جاي على نفس المسار بتاعه. تمام. القطر واقف هو جاي بسرعه. ما انا وقفه. بديله اشاره اديله اشاره احمر واثنين وكل واقف قداميه سمافور. واخد بس سيادتك. نعم. سيادتك احنا ان شاء الله باكتمال المنظومه دي. نعم. بناء على توجيهات فخامه السيد رئيس الجمهوريه وتوجيهات معالي الفريق في خلال قد ايه هنعمل سيادتك؟ لا دي بقى خبر سنتين. خبر جديد. اتفضل. هنعمل سيادتك غرفه تحكم سيطره. نعم. في القاهره. غرفه التحكم والسيطره دي هتظهر جميع ابراج الاشارات وانظمه على مستوى الجمهوريه. هنظهرها على شاشات. وهيبقى في ساده موجودين متخصصين مراقبه الشبكه بالكامل. والكلام ده موجود بره. وان شاء الله باذن الله احنا بندرس العروض وان شاء الله هننفذه. بس سيادتك احنا دلوقتي شغالين في 853 كيلو زي ما تفضل سياده الفريق وقال لك. احنا سيادتك شغالين في القاهره اسكندريه وشغالين في بنها الزقازيق بورسعيد وشغالين في بني سويف اسيوط وشغالين في اسيوط سهاد ناجي حمادي. وامبارح الحمد لله وقعنا امبارح الصبح وقعنا عقد مع هونداي روتم ب 110 مليون دولار للمسافه ما بين الاقصر ناجي حمادي. يبقى فاضل لنا سيادتك في المسافه من اسكندريه لغايه اسوان. ايه سيادتك؟ اسوان السد العالي. القرار بتاع اسكندريه امبارح لو هنا عندي في ديروط من هنا من الغرفه دي اتحكم فيه؟ لا هو سيادتك. ايوه الجرار. ما هو القطر واقف والجرار جه دخل فيه من ورا. انا تمام يا فندم. اقلل او امنع الحوادث. انا بعمل له ايه بقى ده السواق ده؟ انا بعمل له اي تي سي يربط لو تجاوز الاشاره الحمراء. السواق اللي هناك لو مؤاخذه طبعا خرج عن كل المقتضى الواجب الوظيفي. عشان كده سيادتك اتفصل. لا لان سيادتك هو اولا ما كانش السواق فشويه مخالفات. نعم. احنا سيادتك يعني في تعليمات بنضرب باليد من حديد. مش هتجاملوا حد. الست وزيره قالت ما عنديش خلاص كنت بطبطب دلوقتي في عمليه اجراءات اخرى. يا نضرب يا نضرب. شرفتني يا فندم. شرفتني يا فندم. بشكر حضرتك يا سيدي. شكرا جزيلا. الله يخليك.